فضيلة الشيخ، إذا جمع إمام المسجد صلاة العصر وصلاة الظهر لوجود المطر الشديد، جمع صلاة العصر مع صلاة الظهر، نعم، لوجود المطر الشديد، نعم، هل يجوز لمن لم يرى الجمع أن يخرج من المسجد؟ وماذا يفعل المصلي في راتبة الظهر؟ هذا عن سؤاله. على كل حال، إذا جمع الإمام بين الظهر والعصر في المطر، وكان في المأمومين من لا يرى ذلك، فليصلي معهم بنية النافلة، لأن صلاته بنية النافلة أجر وثواب وموافقة للأصحاب، وخروجه يتضمن الشقاق والاختلاف، وأن يكون فعله هذا سببا لتسلط الألسن عليه، ورحم الله امرأ ان كفر غيبة عن نفسه. فنقول إذن يصلي معهم بنية النافع. أما من جمع بين الظهر والعصر لمرض أو سفر أو مطر أو لأي سبب مبيح، فإنه يصلي راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر ولا حرج عليه، وهذا مستثنى. لكن لا يصلي غيرها، لأنه لما صلى العصر ولو كان في وقت الظهر دخل وقت النهي بحقه.